مكرونه قلم هيبقى عليه نص كيلو كبد وقوانص، بصل مفروم، ثوم مفروم، فلفل رومي، نص قرن حامي، طماطم مبشوره، ملح وفلفل، قرفه، بهارات وسمنه. دي المقادير الاساسيه بتاعت خلطه اللي هي الحشوه. بشاميل الخلاط، لتر لبن، كوبايه دقيق متشال منها معلقه، مثلثين من الجبنه المثلثات، معلقه كبيره قشطه، زبده وممكن بدلها زيت عادي، ملح وفلفل، وللوش هنحط رشه موتزاريلا كده حلوه تدينا تحميره حلوه للمكرونه البشاميل زي ما احنا متعودين على شكلها. لما جبت الكبد والقوانص اتغسلت كويس قوي واتنقعت في شويه ميه بملح بخل بشويه سكر، مهم جدا جدا انها تتنقع كده. بعد كده بطلعها بشطفها واروح مقطعاها مكعبات صغيره، بس تبقى القوانص متقطعه كده صغيره لوحدها والكبده لوحدها. بصي زي الطبق ده كده يا سمر، عشان انا هاخد القوانص مع بقيه الخضار اللي عندي في الاول، تاخد سواها وتاخد الطعم المحترم جدا بتاع الخلطه، وبعد كده في الاخر بروح نازله بالكبده. بسم الله. هنعمل الخلطه الاول. ادي السمنه، ليه نزلتي مره واحده كده؟ تعالي يلا. معلقه السمنه هتنزل لوحدها الاول. هنزل بالبصل، بسم الله كده، والبصل على النار. هنزل يا دوبك زي ما قلت لك كده، ايه، فلفل حامي كده، حاجه بسيطه. انا عن نفسي انا مش عايزه الخلطه تبقى مشطشطه، فعشان كده حاطه حاجه بسيطه. وبعدين بنزل بفلفل رومي. نعمل حفره حلوه. واعذروني يا جماعه انا مش قادره بس اخد مكالمات النهارده. بصوا شايفين التومه كده قبل ما اقلبها يا سمر. وبعدين نروح مدخلين كل المقادير بتاعتنا في بعضها هكذا مع رشه ملح، رشه صغنطوطه خالص، وننزل بالقوانص زي ما اتفقنا. القوانص الاول، بسم الله، اهو كده تاخد صدمتها ما شاء الله عليها. اول ما انزل بالقوانص واقلبها كده مع خلطه البصل بالفلفل بالثوم، احط عليها فلفل اسود. يا جماعه فلفل اسود في الحشوه دي يعني تحسي كده هو البطل الاساسي بتاع الخلطه بتاعتنا دي. بروح نازله بطماطم مبشوره بميتها تكمل سواها مع القوانص، يعني نقول ايه طماطمتين كده كفايه. بس هغطي عليها واسيبها تتشرب الميه دي اللي انا حطيتها عشان يطمئن قلبي ان القوانص استوت. لسه ما حطيناش الكبده. ادي اللبن، بسم الله، اهو لتر لبن. بنزل باللبن الاول وبعدين ريحه طالعه حلوه قوي، ريحه الخلطه وهي بتستوي كده على النار حكايه. وبعدين كوبايه الدقيق الا معلقه، وبعدين كمان مثلثين الجبنه. شايفين كله في بعضه ازاي؟ وخدي كمان معلقه قشطه، اي نوع قشطه ماشي، وكمان مكعب الزبده اللي انا هستخدمه في البشاميل هحطه هو كمان برضو في الخلاط اهو. بس يا ستي كده البشاميل خلص. في اسهل من كده في الدنيا؟ ومضرب كده في ايدي وادي كده ضربه برضو في الخلاط، لو في اي دقيق كده ولا كده اظبطه. كل مقاديرك في الخلاط سهله جدا جدا. ميزه تانية كمان في بشاميل الخلاط ده، انا ممكن ما احطش ماده دهنيه خالص، يعني ممكن احط كل المقادير ما عدا الزبده واشتغل بيه جدا عادي جدا. الناس اللي ما بتحبش تحط ماده دهنيه، بصوا تقليبه بقى كده بسرعه 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 بسرعه، اهو يا ستي. بس كل اللي مطلوب من حضرتك دلوقتي ان انت هتفضلي بس تقلبي فيه كده لغايه ما يغلي. بسم الله. هنحط ملح، شويه ملح، وهنحط تاني فلفل اسود، وهنحط كمان اي بهارات مشكله عندك، وبعدين رشة قرفة. بس يبقى ملح وفلفل اسود، اي بهارات مشكلة
وسنه قرفه بتدي ريحه وطعم حلو قوي 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 في الخلطه بتاعتنا. شايفين ازاي؟ اهو انزلي بقى بالكبده كده سيبيها شويه بس تاخد صدمه وبعدين نقلب، ما تقلبيش في ساعتها. بسم الله. والبشاميل معايا على النار والمكرونه اتسلقت، انا كده خلصت. اوصيكم ببشاميل الخلاط، احسن بشاميل ممكن تعمليه ان شاء الله. كده غطي على القمرايه بتاعتنا دي، خليها تتشرب شويه الميه دول على بقى ما نركز مع البشاميل. هحط عليه حاجات بسيطه جدا، شويه ملح، سنه صغيره فلفل اسود، وممكن تحطي كبابة صيني، ممكن تحطي جوزة الطيب براحتك، شوية بهارات بسيطة كده بس ما تحطيش أكتر من كده عشان طعم البشاميل ده بيبقى كريمي جدا. ده أنا لسه ما رصيتش الصينية يا قمر، بصوا خلاص أهو. بس قوام كريمي خالص ازاي؟ هكذا وزعيها كده ماشي. وبعدين دي اول خطوه معايا، تاني خطوه دي هركنها شويه، تاني خطوه المكرونه اللي عندي، انا عندي كيلو مكرونه هحط عليه كبشه بشاميل على المكرونه نفسها بهذا الشكل، وتتقلب في بعضها. كل ما الميه بتبتدي تنشف اكتر واكتر في الخلطه، كل ما الشكشكه صوتها بيعلى اكتر واكتر. تقليبه كده حلوه، شايفين ازاي؟ اهو كده خليها كده ايه تاخد شويه كده بشاميل محترمين تتطعم بيهم. بسم الله. المكرونه اللي عليها البشاميل النص كده تحت، ده نص القالب ادي. اه ماشي ماشي ماشي، انت بتاخديني على قد عقلي، بتقولي حصل يا فندم، حصل حصل. تاخد البشاميل اللي تحت بس. هي منا شايفه سهله ازاي يا منون؟ يلا يا عروستنا اعملي احلى مكرونه بشاميل بقى في البيت بقى. يلا خلاص كده طبقه البشاميل. لاحظتوا حاجه كمان؟ لاحظتوا ان انا مش مخليه المكرونه واصله لاخر الصينيه، لازم ادي حته كده فراغ للبشاميل علشان في الفرن وهي بتستوي ما تفرش منك وتلاقي البشاميل كله عمال يطلع بره. والصينيه دايما حطيها تحت صاج، لازم يكون تحتها صاج قبل ما تدخل الفرن. كده بقى هوزع البشاميل بالشكل ده بس كده، شويه بقى جبنه موتزاريلا حلوه في كل حته كده. بصراحه يعني انا عن نفسي انا من عشاق الجبنه الموتزاريلا كتير، فده بقى بيبقى ذوق شخصي يعني، انت براحتك خالص. خلصت الشغلانه، الف هنا وشفا على قلوبكم. اتمنى ان انتوا كلكم تجربوا المكرونه البشاميل بتاعتنا النهارده بالكبد والقوانص بالخلطه الحلوه الحشوه الجميله اللي عملناها دي، وتكتبوا لي على الصفحه تقولوا لي ايه رايكم في المكرونه البشاميل بالكبد والقوانص وخلطتنا الجباره النهارده. الله عليك يا سمر، شايفين بعد ما استوت حتت الفلفل مديه شكل حلو ازاي لما الجبنه بتسيح، وشايفين الطبقات عامله ازاي قدامكم اهي زي بتاعه الاعلانات بالظبط.